بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم بظلم ابن عمرو بن العاص لبعض الناس قال له ايه؟ متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا؟ طيب، كان على السوشيال ناس او فيديوهات بتوري للناس حكاية الدكتور مع الممرض لما قال له صلي للكلب. طبعا الكلمة دي كلمة كبيرة جدا، الدكتور بيقول للممرض صلي للكلب، فالممرض قال له ما تشيلنيش ذنب، لا مش هينفع اصلي للكلب، ما تشيلنيش ذنب. فالدكتور رد عليه وقال له انا هشيل الذنب. طيب، ده وان دل يدل على أمية الدكتور. أمية الدكتور، أمية الدكتور، أميته في إيه؟ أميته في الدين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أميون في الكتاب، لا يعلمون الكتاب اللي هو القرآن إلا قراءة فقط، أما معاني فلا يعلمونه، فلا يعلمون معاني القرآن وما يدل عليه القرآن. طيب، القرآن دل على إيه؟ على إن السجود لله سبحانه وتعالى واحد. طبعا كل الناس عارفة الكلام ده، أنا مش جايب جديد. طيب، القرآن دل على إيه؟ القرآن دل على وجوب العدل وعدم الظلم، وإن ربنا سبحانه وتعالى هينتقم من الظالمين. واللي عمله الدكتور ده قمة الظلم وقمة الجهل بأحكام ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه صلي للكلب؟ ده أمر منكر وأمر لا يرضاه الله تعالى. فخلاف إنه هو ظلم الممرض ده، ده كمان بيحمله على أفعال ربنا سبحانه وتعالى بيبغضها وربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. وجات الأنبياء كلهم من أول نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام علشان تنبذ هذه الأفعال وتبين للناس أن هذه الأفعال لا يرضاها الله تعالى. ده أمر. الأمر الثاني أن الدكتور ده بيرجع بينا لعصور الظلام. الدكتور المتعلم ده اللي معاه شهادات ورئيس قسم في جامعة عين شمس بيعلم الناس الرجوع لعصور الظلام، إنما أهل الدين بيرجعوا بالناس لعصور النور. شوف، لما واحد زي ده يقول لي إنسان صلي للكلب، أهل الدين هيرد عليه يقول له إيه؟ وأهل العقل وأهل الفطرة هيقولوا له لا طبعا ما ينفعش، أنت هتهين بني آدم، وإن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن كده، وده ضلال لا يرضاه الله تعالى. طيب، يبقى الناس دي بترجع بينا لعصور الظلام وعصور الجهل وعصور الجاهلية، مش أهل الدين اللي بيرجعوا بالناس لما بيأمروا الناس بالدين والرجوع إلى الله. لا، أهل الدين بيعملوا وبيساعدوا الناس إن هم يخرجوا مما هم فيه من ظلمات المعاصي وظلمات البعد عن الله إلى أنوار الرجوع إلى الله تعالى وأنوار العبودية لله. فأقول متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرارا.